اليوم رسالتنا ككل مجتمع دولي والجهاد الأوروبي والمجلس الأمني بأنها هو يعني صامتا اتجاه قضية الشعب السوداني عامة وقضية دارفور بصفة خاصة وجبال النوبة بصفة خاصة والنيل الأزرق بصفة خاصة. 14 سنة هو سايلن وأطفال دارفور يهربون من نيران النظام، و 14 سنة أم سايلن وأطفال جبل مرة يهربون بأسلحة الكيماوية المتضررة والممنوع دوليا، ومجتمع الدولي يعني هنا نتمنى أنه يعني هو يوصل رسالتها للمجتمع الدولي بأن هنا يعني اليوم هنا لن نجد مكتوب الأيدا، وكل يوم قاعدين نطلع منه بأنه يجي يعمل جستيس مثلا للعدالة بالنسبة لدارفور، وهنا يعني نتمنى أنه يعني يعمل عدالة في السودان. Thank you.